معرفش والله. بتقول لي بيجي لها مغص ايه فبتتمشى في الحمام. هو انت مش شايف الحمام دي عندكم عايده في البلد؟ مش هي دي عندنا في الفلاحين يا دكتور، يعني اسهال. يا نهار اسود، ده انا قلت لها انا وبابا نتمشى في الصاله. يا سلام. طب الحقيقه مس حلميه عشان ما تفضحنيش في البلد. لا لا يا تفضحك. انت بتضحكي على ايه ولا ايه اللي كل لو سمحت يا دكتور، عندي مشكله في البيت ولازم امشي دلوقتي حالا. ما تمشي يا ست. بستاذنك امضيلي على الاذن ده. ده ايه ده؟ اذن عشان يبقى رسمي. ايوه عايز رسمتي كده. فاهم. ألف شكر يا دكتور. اتفضلي. ألف شكر. طب تمضي كده على طول؟ مش تسألها إيه المشكلة؟ مش يمكن مش مستدعية؟ محبش أبقى فضولي، وبعدين بلاش نخش في نوايا الناس. فضول إيه وبتاع إيه؟ أنت المدير. كبري دماغك، كبري دماغك، وبعدين هي هتلاقيها بتعمل إيه؟ هتلاقيها زيادة في الوحدة أصلاً. مس رضا ممرضة غرفة اللولب. هو اللولب عندكم ليه غرفة لوحده؟ هروح أشوفهم عملوا إيه في الحريقة. لا استنى، لسه في حالتين بره لو ما شفتهمش هيعملوا لنا مشاكل. طيب دخليهم يلا. طيب لغايه اما ادخلهم لك امضي واختم على الورق ده. انا تعبت من الامضه والختمه يا حلميه. معلش بقى، مش شكريه سابتهم لك لما لقيتك مشغول، فهي عايزه امضه وختم النسر علشان هتاخدهم وتوديهم الاداره. حاضر. خير يا حاجه مالك؟ جيت بالحمل. معلش مالك؟ جيت بالحمل. الحاجه عيشه مرات الحاج عنتر ابو الفضل، حامل في الرابع وبتيجي تتابع معانا كل شهر. والمصحف والختمه الشريفه. سلافة غاني أو مس حلمية، أنتي في المسلسل في بلطو عاملين رباطية كده مع بعض، يعني إيه؟ يعني مجتمع داخل المجتمع، يعني مس كوثر في ناحية، أستاذ عبد البديع الطشوقي في ناحية، الدكتور عاطف في ناحية، أنتوا عاملين تكتل. سمعت بقى إنه أنتوا بتصوروا كنتوا فعلا عاملين تكتل، مش بس أدوار. ده حقيقي. كنا بنعمل يعني احنا كنا بنعمل مصايب. اولا كنا ساعات مثلا لما بيبقى على بال المشهد ما يجهز او مستنيين الشوط اللي بعده، فانا ومريم والاستاذه عارفه ودنيا سامي هي مش معانا النهارده ومروه البنداري وشريهان ابو ليله شركه ريفلكت، احنا لازم نذكرهم لان هم الشركه المنفذه، استاذ محمد حلمي وشريهان شادي سلامه طبعا، ده يعني ده له حاجه كبيره قوي. وشيرين دياب. شيرين دياب اسلام البنا. واسلام البنا ده جوز بنتي على ايوه كده والله طبعا. يعني كلهم ومصطفى كامل وزيزو مدير الانتاج، يعني لازم نذكر كريم حمامه بقى هتكلمني. كريم حمامه. لا خلاص، بس لازم اقول اصحابي لانه لاول مره في حياتي نبقى اصدقاء مع الانتاج، يعني اول مره يعني. فكنا بنقعد كلنا كستات، فلما الرجاله تيجي تدخل علينا يعني بيخافوا جدا، بيقلقوا، بيحسوا ان احنا في حاجه يعني مدبرين مصيبه. ده غير طبعا دول كل زمايلي اللي اشتغلوا، كنا طول الوقت مع بعض، دول كلهم زمايلي في الشغل في الوحده الصحيه اصلا. احنا كده، احنا كنا كده فعلا، مش التصوير، مش وقت التصوير بس، احنا ليل يعني طول الوقت قاعدين مع بعض، طول الوقت بناكل مع بعض، طول الوقت بنشرب مع بعض. وفي حاجه بالنسبه للاستاذ عمر المهندس، الاستاذ عمر المهندس عنده لازمه بنعرف من خلالها اذا كان المشهد عجبه ولا لا. اول ما يقول الماظ بتبقى حلوه قوي. ايوه خلاص بقى احنا الحمد لله. الماظ يبقى هنعيد 100 مره. الماظ دي هو عنده 2 الماظ. هو عنده 2 الماظ. عنده 2 الماظ. الماظ بجد في الماظ فعلا، اللي هو فعلا كلنا بقى مبسوطين. هي هنروح نفرقوا ازاي يعني؟ ما احنا بنعرف بنكتشف طبقه الصوت بتاعه. لا لا هاديه بالاعاده. لا عادي يبقى الماظ الثاني. مره كنا جوه الوحده الصحيه واحنا مستمعينه بره، فاحنا عمالين نتساءل هو قال الماظ الماظة. ففي بنت من ممثلة معانا من بره قالت لنا الماظ من بتاعة الكويسة يعني. وضح يا أستاذ، وضح انهي الماظ فيهم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.